بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. ورحب بتلاميذ جدد مشترك علمي في صحيحات التمرين حول درس الحسابيات في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. إذا نضع أ تساوي و ب تساوي. السؤال الأول، بين أن أ مضاعف للعدد 3. إذا لدينا باش يكون أ مضاعف 3 خصنا نلقاو 3 في عدد صحيح طبيعي. إذا أ تساوي 5 أس أن زائد 2 ناقص 5 أس أن، يعني تساوي 5 أس أن زائد 2 هي 5 أس 2 في 5 أس أن ناقص 5 أس أن في 1. 5 أس أن هي 5 أس أن في 1. إذا عندنا عامل مشترك اللي هو 5 أس أن، نعملو دونك تبقى لنا 5 أس 2 ناقص 1، إذن تساوي المهم نستر 5 أس أن في 5 أس 2 هي 25 ناقص 1، إذن تساوي 5 أس أن في 24، يعني تساوي 5 أس أن هذا 24 هي 3 في 8، إذن 3 في 8 في 5 أس أن. إذن بكل بساطة لدينا 8 و 5 أس أن عدد صحيح طبيعي، ولدينا 5 في 8 عدد صحيح طبيعي، إذن علاش؟ لأن 5 عدد صحيح طبيعي، أس أن غيبقى عدد صحيح طبيعي، و 8 عدد صحيح طبيعي، وجود أعداد صحيح طبيعية هو عدد صحيح طبيعي. إذن أ مضاعف لثلاثة، ومضاعف ثلاثة يعني كتقدر تكتب أ على شكل ثلاثة ك، وخص يكون هذا الك كينتمي الآن، هذا هو المعنى ديال مضاعف ثلاثة. ونفس الشيء بالنسبة يقبل القسمة، قبل القسمة على 12، يعني خص بي كيساوي عدد في 12 أو 12 ك ولا 12 أل، صحيح؟ زوج لدينا لوربي تساوي 7 في 5 أس أن زائد 5 أس أن زائد 1. إذن هنا 7 في 5 أس أن عندي مديلا زائد 5 في أس أن زائد 1 هي 5 في 5 أس أن. إذن بنفس الطريقة نعمله ب 5 أس أن، تبقى لنا 7 زائد 5 في 5 أس أن. 7 زائد 5 هي 12، إذن أي هو 5 أس أن عدد صحيح طبيعي، حقاش أن عدد صحيح طبيعي، 5 أس أن دونك غيكون عدد صحيح طبيعي، لأن 5 عدد صحيح طبيعي، دونك إذن ب مضاعف 12 يعني يقبل القسمة على 12، قابل للقسمة على 12، صحيح؟ المضاعف 12 اللي يقبل القسمة على 12 بحال بحال، هذا نفس المعنى. 3 اعتد في كان لأ و ب إلى جدا عوامل أولية. إذن أ يساوي أ هو بقينا هنا 3 في 8 أس أن، يعني يساوي 3، شنو هي 8؟ هي 2 في 2 في 2، يعني 2 أس 3 5 أس أن، دونك هذا هو التفكيك، صحيح؟ فككنا هو 3 عدد أولي، 2 عدد أولي، 5 عدد أولي. ب تساوي 12 في 5 أس أن، يعني تساوي 12 هي 2 في 2 في 3، يعني 2 أس 2 في 3 هذه هي 12، فككتها في 5 أس أن، صحيح؟ درنا التفكيك تاع ب إلى جدا عوامل أولية. حدد القاسم المشترك الأكبر لي أ و بي، دونك 3 بي جي دي سي دو أ إي بي. القاعدة أش كتقول؟ جداء العوامل الأولية المشتركة مرفوع إلى أصغر أس. إذن شنو هي العوامل الأولية المشتركة؟ كاين 3 مشترك، إذن 3 زوج مشترك والخمسة مشترك. شكون هو أصغر أس نتاع 3؟ هو واحد، لأن عندنا أس واحد أس واحد، يعني أس واحد. شكون هو أصغر أس نتاع زوج؟
هو زوج، شكون هو أصغر أس تاع خمسة؟ هو أن، لأن عندي خمسة أسان، دونك هذا هو المضاعف المشترك، أو عفوا القاسم المشترك الأكبر لي أ و ب، صحيح؟ إذا سالينا التمرين، الله يوفق. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا. إلى اللقاء.